السلام عليكم، صباحكم صباحين، صباح الكحل في العين، صباح من يد خله ويا بلمه عجين، وصباحكم الصباحي والورد والميلاحي، ويا صباحكم ورد وعسل وسرور، صباح الكويت اللي غرقان من المطور، رب عطاهم ما نسانا، والله يا واحد توه مطرش اللي فيدي، وحين بحط لكم اياه ينه من امس 6 المغرب لين 6 الفجر ما وقف، صبيب طبعت الكويت. يا الله يعطيهم الخير، يا الله ورب عطاهم ما نسانا يا رب العالمين، يا الله يا رب تسجينا الغيث يا ارحم الراحمين وترحم موتانا موتى المسلمين اجمعين. يا جود مورنينج ماي براذر، هاو ار يو؟ شو تسوي؟ منو عندك؟ يلا تعال حبه وبوسه ولوي بيج هاج، ما بهق صغيروني، هق من الكبار. يا جود مورنينج بعد صباح الخير. خير، وين الحبه؟ هاو ار يو؟ خلنا نتكلم شوية. أخ عليك صلاح باع 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 كل يوم إيه؟ اصبر، وين سر؟ شو صارت؟ ما شيء، عنب وما شيء وباع هالنمونة. شو ماكل؟ ما شيء. حلف الله شيء. الله صدق الله زين يستوي. يلا صليح. Good morning ديارك. صلاح. أخ علي. عليك. بس تبى ينزلك بدون فلوس، بدون بخشيش. لو أنا منك عقب من فوق. أحسن. Good morning أم الحناية. How are you? Fine. You fine? Yes. الحمد لله. سلام. هابوي كل البزرات. هلا بس. ها. ما شاء الله. روح يا حبيب روح. ايوه هذا النسف لازم يحمس شويه وينسف ويحمس. ايوه. يارك الله يا حبيب. شو تسوي انت؟ فور ستاف. طلعت الستاف هذا البزار لازم اول ما يجي ينسف، وخلاف ابوي يغسل ويهب، ومن يتيبس يرد ويحمس من يد ويديد، ويحطون ابوي قياسات زين ما زين ومودي المطحنة. هذا للي شرق وغرب وعندك ودونك، هذا للبيع والمشترى فيه، يعني لازم بتسوي شيء تسوي كأنك تسويه لبيتك، ما بالبيع للبيع شيء وللبيت شيء، لا 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 كله خصوصي. ها صلاح؟ صح صلاح؟ هي البارحة أقول كم لبك طوهني ها في الليل، والسب شو؟ نام اسكلني يدخل في العيون خيبة. Good morning. Good morning. Why your hair not like her? ها؟ Because we need to be different. They are all calling us. They are calling us soda. We need to be different at least. إن شاء الله يلا. شو اليوم؟ شو برنج الخير؟ يا سلام على الخميس. منو ها ناشنة؟ من دام سيتي. بارك الله فيك. هذا خميس. اوكي ناقش ولا يلا كوكلي عادة. باجلة وخمير وانا باكل هذا اليوم. يا الخواف روخة ويني عمبره ويني عمبره تعالي ياي عمبرو. طلعتي عمبرو. يا لا ممنوع الطرف هذا. روقيها منها. تعال هلا مرحبا. تعال توني. اصغر خلي جاي. جاي الطرف هذا. خي سنة ممنوعة هنا. باب
Good morning, good morning, good morning, يا توني يا توني توني يا توني توني يا توني. عنبره يا عنبره عنبره يا عنبرو عنبرو يا عنبرو سنقيس ايه وريا وريا سمقا داعي طول ذراعي سبع سمن بوك حلتي سمقا داعي طول ذراعي سبع سمن بوك حلتي عنبرو يا صلاح ليش ما تدانيهن؟ يا الكذب يا الكذب يا الكذب ما فيهن ريح مسبحات منظفات مروحات بعد تكذب بطران انت ابوي بطران خقه. هذه من الاشياء الجديده اللي خدمتها هدى. عاد شو داخل الله اعلم. شكلها مغري. ثلاث مونات، واحده كرواسون صغيرونه، واحده شيها الاولانيه، واحده بعد منقير، وهذا ما ادري شو. وهذا الرقاق اللي قلنا لكم عنه بديل 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 اللبناني. والطحين بر عماني. ويجيبون بعد بر من السعودية يسمونه بر بعل. بر البعل هذا بس على المطر يستوي، بس على المطر. شوف ما شاء الله اليوم اليوم قيمونا قاعدة. يا سلام سلم تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين. هذا حق منو؟ حق أنا ولا حق صلاح؟ أشوف منو مسوي لنا هذا؟ أنا أخذته. من وين حصلت؟ زيادة لا تطلع تقول زيادة عندنا. كل ما وقف واحد بني بواحد. شكرا. هل البحرين وهل السعودية يسمونه يذب، وهل الإمارات يسمونه حيب، ويشبهوه بأسطار الحبيب يقولونه مثل نزغ حيب يعني. ها وين 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 دم وين 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 دم دم وبا دم حين بسوي الفحص. مايا سويت لي تليفون. شكرا. اقول لكم البارحه يعني خبر حق، هذا خبر حق يعني مش انه، لكن محزن. توفى ابو واحد من ابو رباعتنا سلطان بن احمد ومحمد بن احمد الزعابي واخوهم عبد الله من هالكلبه، من اعز اصدقائي اصدقاء طفوله. ابوهم توفى بعد طول مرض. رجال كبير ما بخير وسهل، ورجال ما تغضي العين عنه من طيبه، يعله الجنة ونعيمها. وإن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين اليوم بنتغدى وبنتوكل على الله. بنسير أنا والخبير بنسير لين تشلبة، بنتخلف اليوم دفنا وضني الصبح، وإن شاء الله بنتغنى لين تشلبة. يستاهلون العنوة وصدقان وأهل وإخوان، ويتساهلون من يتعنى لهم. إن شاء الله اني بتعنى لين شلبة، بتخلف وبصلي المغرب، واني صليت العشاء وبطني إذا الله. مليون فيديوي مال طبخ، حد من شرق، حد من جيزان، حد من نجران، حد من الرياض، حد من كل الدنيا، من أمريكا، من الإمارات، من جميع. ما شيء ترى فريج يعد ويذكر في العالم ما له فلتر، ما شيء بلد ما لها فلتر. اللي ما يحط فلتر انا ما بعرض. هو ما بموضوع حينه طبخ. نحن العرب تشوف ان الخدمه هاي وين وصلت، اي بلاد، اي منطقه، اي مكان، ان البيوت كلها ترى تعرف. ما بالله انت في مدينه محمد بن زايد تعرفون، البيوت كلها تعرف. هذا المقصود. هو المقصود مش فشره وخقه، لا، المفروض ان المقصود من الموضوع نوع من الملاطفه والابتسامه والضحك والتعليقات الخفيفه، لا اكثر ولا اقل. فانا رجال اللي بيطر شيء بدون صور بدون فلتر نحن ما بنعرضه. لازم فلتر. صلاح شو باع وباع وباع. زين بدون فلتر ما بينعرض. لا تقول احد يعرف، كل يعرف، تعرفن كل شيء. بلا اي ولا شيات ما يعول صلاح؟ ميت ينبك. ها ايوه رقم واحد رقم واحد. شاطر صلاح. شوفي حصه سمعية حصه ترى صلاح. ها شوفي اليوم سكر 100 رقم واحد. زاد مدوي فقير نازل عند السكر. حتى ما في نياط فقير، نياط ما في، هبه ما في. يلا بنعطيك الحين جائزه. يلا جائزه. ها
تعال حفيد ها دوك اطعمه هذا. لا 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 زين الحين حقك حبيبي. لا سكر زين زين خلاص سكر زين الحين عطى هذا عطى ياكله عطى خاشوقه هذا فول ومقشر وزعاد خاشوقه صار حق بعض هذا صح؟ اكنسل؟ خلاص ترى حصه ترى ما بيالس ياكل فول. لا لا ها؟ بعدين؟ يقول لي اكنسل؟ يا سلام 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 شكرا يا دوارك. لا لا باكل هذه احسن لي بعد هذه يا رسك يا رسك غطي غطي كبر الله عليكم. اسميني مغيب كم يقول لك فلان مغيب هذا مغيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير. عاد انتم ضارين تشوفون في التليفون تشوفون ابو وحده بحجابها وهاي الحيات المجارين وامها هاي الحرمه الستير اللي دوسه قدامها تسوى 100 حرمه. اليوم شفتوا واحد شنبات 14 من والوين جشعر لكن ما عليه الحمد لله ما بكل يوم تشوفون زين 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 يوم خوب ويوم خراب. يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم يلي انتم تتابعونها وتتابعكم وتعرفونها وتعرفكم يطرح البركه ان شاء الله. كلهم اعطيتهم سناب ابو محمد يعني الله يحفظك يعني الله يسلمك يبارك. زين ارمي بس كندوره لونها قرمزي لكن ما بقرمزي غامج قرمزي فاتح غاوية اظن من 5 سنين عندي هالكندوره لكن ما عولت كل كنا على فكره انا ما اخذ كل سنه الناس تعالوا حد من العرب يخطبوا كل شهر وشهرين اظن من 5 سنين لو 3 سنين ما طحتها الخياطه له. انا اخيط 10 12 كندوره 20 كندوره كنادير ما يغسلونها بصابون ولا وديهن لاندري ولا يجيتيهن كلافه لبس التنساعة ساعتين ثلاث اربع يا ابوهن البيت غطوهن بماء ونشوها ابوهن ومن يبس انا كوهن عندي في البيت من يحفن يعني اسف شي ما يخربن كناديري كل شيء عندي ما تدرون ما عندي شيء جديد انا الا كان شيء صاير في السوق لقط شيء ويازلي يمكن شفتوا لي ظاهر في يدي خريطه من السوق ولا من مول ما اشتريت شيء الله ما لك الحمد عندي اشيائي ما تخترب محافظ على اقشاري كان قمصان ولا بواطلين ولا جواتي ما يعولن اسفار دوم يجيني اني اشتري ما اشتريت بخيب والله ما روم اظلم عمري اني صرت السوق اشتري اسفار ولا اشتري قالي هذا اظني من 27 سنه لو 30 سنه والله ولا عول انا مستعيب والله عيالي حتى عيالنا في البيت الحين عيالي والله سارين فصل عقال فصل عقال عقال يفصلونه قالوا هي استعيبت والله والله هذا ما ادري كيف وهذا العقال عقال مرعز وصلى الله وبارك في الله المؤمنين القتال عقال يفصلونه كل مناسب عقال كندوره لا حول لا قوه مصبح عيد لو شيات براي كندوره جديده لكن عقال كل عيد اي نعم لولا الخياط ابوي معتمد على دخله من خياطتي انا ولا من خياطه اللي شراتي انا ابوي سكر الخياط من سنين الحمد لله وكان ما اخيط الا من سنتين 3 سنين مسافر بلاد لقط قطعه فنانه يازتين خط جبته وخطت عند خياطي خياطي معينه ما غيره من يوم نحن يهال لين اليوم هو نفس الخياط ولا كذا تغير خياطي. اقولكم خطف وقت 3 سنين يوم قلت هالموضوع هذا قبل كذا مره يعني يوم يظهر منظر هالنمونه ما عليكم ابوي هاي يصورون في امريكا ويقولون هاي الامارات يصورون في امريكا ويقولون هاي الامارات لا ابوي هاي الامارات هذه هي الامارات ابوي هالنمونه هاي البقعة اللي تشوفونها هذه يسمونها اظني خلفوها اسمها اظني اسمها الزينة كانها اعتقد زاهية لو الزينة والله نسيت كان تبون الصد الاول اسمها النادي السياحي عقب نسيت والله شو اسمها اظني الزاهية الحين الزاهية هاي اللي تشوفونها الاول كلها صنادج صنادج وعشيش
والأول لها اسم ما أدري أطريه ولا ما أطريه، بطريه جني لازم إني بطريه. هذا مربع كامل ما أدري كم كيلو في كم كيلو، الأول كله عشيش وصنادج، روحي لحقت عليه، روحي أنا لحقت عليه، عشيش وصنادج واللي يبيعون الغاز كلهم هني، هذا غاز يبيعون غاز حمار وعليه سطحه من ورا وعليه درام ويجسمون غاز، يبيعون غاز على فرجاننا نحن في مدينة زايد وبارهوز وفي المحاربة ايها شوفوا ها والله اقول لكم الخبير ما حد يخرب علي يوم ارمس الا الخبير. ها ايش عندك؟ انت تاخرت جدا. تاخرت جدا برايي يقول لعادة ما باليد حيلة. مستر الخبير السلام عليكم، عندنا اليوم مشوار خاص ضروري في أبو ظبي الحبيبة، أنا والأخ العزيز ابننا البار توني متبنن على فكرة على كبر يوم ريال بلحيته معرس وعند عيال تبنيته. رايك رايك أبوك الحين؟ أبوك أنا في الإمارات وأبوك الثاني شو اسمه؟ إبراهيم. إبراهيم أدري به إبراهيم سعودية. سعودية وين؟ أي بقعة؟ بعرعر. عرعر جيتك من عرعر ساري ماشي على رجلي. يلا بارك الله فيك. أنا في مكان شفت شيء من غرائب الدنيا، حياتكم حد شاف بنكة هالمثل؟ بنكة هذه بنكة، بنكة طولها طول وعرضها عرض، بحياتي ما شفت بنكة هالنمونة. شوف الخبير تحت شوف مصغرونة، شوف مصغرون الخبير. شوف شوف الله عليكم، بحياتي ما شفت بنكة هالنمونة، بنكة وديلمتة ما ديلمتة ما يندربها كم حصان. بلاد بلاد هالبنكة، شوف الله عليكم مسوية توزيع للتكييف طريقة مهولة، فموفرة البيبات بدال ما تكون البيبات مشطنة فوق هالشبرة كامل، حطوا البيبات تدفع عليها. شوفوا بصرة هالمهندس اسميه باهس، تنفخ على البنكة والبنكة هي اللي تجسم الهواء توزعه دور ما دارها الشبرة العودة. سبحانك يا يلا ابويتنا يا انا ابوي هالخط ها ما خف وزنه وما ادري شو عاده داخل ما بروح ما في حديد يتوحاني ها وياه ابوي ها وياه ها هذا ابوي وداخله هذا عاده هو المهم اللي هذا تسد المعنويه هب معنويه شو اسمه شو يسمونها الماديه وهذه شو؟ معنوية. لا يا رجال معنوية شيء غير ما شيء مال المطورين المهم قيمة المادية ولا ما أدري شو منك ها يا مرضان ها كم أكبرها. شكرا للي طرش هذا وشكرا وايد حق سب هذا ها حق الشيك صورت ما أعرف رأي شو اسوي؟ عطني بس بندك اخر سنابه بس اخر سنابه اشوفها. شكرا جزيلا. شكرا جميل محمد عنبره يا عنبره عنبره انت سكره. السلام عليكم يا اخوي خالد الخالدي، هذا اليوم جاهز الدين حالك ان شاء الله بنطرشه في التريلا وتروح ابو ظبي وبيتواصل معك مع من تستنى وسامحنا يا اخويا الخالدي سامحنا وعليك بألف هنا وعافية والحين نصفه ونجهز بخبرك مع من ان شاء الله ولو تسمح ترسلنا اللوكيشن او المكان وين بالضبط ابو ظبي وانا بخبرك مكان الشركة وين واذا يقدر الدريفر اللي يستلم زين من عندهم قريب ان شاء الله. في مسجات وايد يقولون والله نحن يا ابو محمد دومنا نسمعك تقول طرشولنا ويا بولي ودومك تصور لي يقول لك نحن ما شفنا حد من هالعالم يطريك انك انت مطرش الا شيء انا وتشي وياك جي ابوي انا ما داني اطرش لي ما داني يظهر من عندي شيء بالكوفة وانا اللي اعرفهم كلهم تيار ما شاء الله حالهم مسدود مستد احوالهم فما يبوا من عندي شيء انا ابو حد يشفي علي انا ابوي ما داني اطرش حق حد شيء وما داني لي يطلب لي بعد اللي يطلب لي بالكوفة ما داني بعيش تالا حط لي شار دار لا عارف لا من باب ولا من سبعة تحبرون بتقولون أنا وين
الحين الله يحفظكم بالطريق انا والخبير. ها شوفوا ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ساري الله يحفظكم. جدة كلبة ان شاء الله في عز اهل زعاب. توفي ابوهم ابو اصدقائي حياته احمد عليه الجنه اليوم مدفون. دفنوها عياله. نطلب من الله عز وجل ان يتغمد بروحه الجنه وان يصبر حله ويصبر عياله على فراقه. يغفر لي يا رب العالمين. صدقاني من اول الدهر ما سويت وانا وياهم من السبعينات. من السبعينات وانا صديق ويا سلطان ومحمد وحياه ابوهم وحياه امهم يعلها الجنه. صديق وياهم هو تباعدت الدروب يعني هم في كلب وانا في ابو ظبي وتربط بيننا وبينهم صداقه وغاليين عندي. على هالاساس ان شاء الله عاني اول شيء لاجل الاجر وثاني شيء لاجل غلاهم عندي ومكانتهم على الله يحفظهم ولا يغير عليهم الا الى الاحسن. وان شاء الله اني بادي واجب العزاء وبصلي ابوي المغرب والعشاء عندهم في كلبه وبنضوي ان شاء الله ابو ظبي اذا الله جعلنا من حي. ها صلاح. انا ساير دبي حبيبي ما بدبي. كلبه. انت وين صلاح؟ انت وين؟ في بني ياس انت؟ انت زين وخلاف؟ بي بكره حبيبي. لا 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 بي في الليل في الليل. الخيبة بعد؟ ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. تعال بكره من وقت صلاح ابتي نص الليل. ثانك يو. الحين وصلنا ابوي هذا المكان. ها طريق مليحه الشارجه طريق مليحه الفجير كلبه تابع الى اليمين يا التوجه الى 102. حافظ عليك يا نسمو. حافظ عليك يا نيسان ابوي. ما استوى شراك موتر شراتك موتر. سمعتوا بالله عليك ما زين حسه اول مره مشغلنا ترى الخبير ولا انا ما اعرف ليش قال يشغلونه هذا. ها مار الطريق ما زين الا رمس غرب الله. عندنا قيل واحد حسه فنان غرب الله. الخالدي خد بالك ابو ما فينا هني زياره الفجيره. شوف لك هالبريه. ها البريه زي البريه. اه بعد هاي لاطمة عنده هاي. ها لاطمة هاي هاي روحها. ماكل هذه. ايه ايه لطام ابوي. هذا الله يحفظكم ابو مايد سلطان. سلطان تعال ياي تعال تعال. لا 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 وهذا محمد. محمد وسلطان عيال حياه احمد. وهذا ابو خالد. ها اصدقائي عشتوا وياهم وقت ووطر. يمكن اظني من قبل حضرت عرسهم. انا حاضر عرسهم هاي الحين عرسوا يبوزوا احفادهم. هاي يوم اقول لكم عرسهم في كلبه يستوي سبعة ايام من السبت للسبت. عرس هذا وعرس هذا حاضر من قبل كم سنه؟ كم سنة؟ 40؟ 50 يا ربي. وحين توفى شيء بثكم على الجنة. أنا يوم جيت قبل 10 سنين حق أبوك شو قلت له؟ أعطيته 10 سنين. قلت له بس عليك 10؟ بس. وحين كمل أنا. زيدني وحين. قلت له لا بس عليك 10. إلى الله يغفر له إن شاء الله. بصبركم على فراقه. مع السلامة حبيبي. مع السلامة حبيبي. سامحونا خالفتنا العافية. واليوم لا صحة لما يتم تداوله حاليا من وصول الجواز الإماراتي للمرتبة الثانية. للتوضيح أستاذنا أبو عمر، اليوم الجواز الإماراتي قفز للمرتبة الرابعة بحسب تصنيف موقع فاسبورت إندكس، حيث أن المواطن أصبح بإمكانه الدخول ل 162 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. ومن لا شك أن التصنيف الجديد يشكل إنجاز جديد تم تحقيقه في وقت
قياسي ويضاف إلى سلسلة إنجازات الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. واليوم الوزارة تمكنت عبر مبادرة تعزيز قوة الجواز الإماراتي من تحقيق الهدف ضمن رؤية الإمارات 2021 بوضع جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 5 جوازات في العالم. وذلك تم ولله الحمد خلال وقت قياسي. انزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الموضوع باختصار نزلت لكم الفيديو هذا وين جاي؟ جاي ابوي من البلاد من الحكومة سما دبي، يعني حكومة سما دبي يعني القناة الرسمية من القنوات الرسمية في الدولة. فاللي بيستقي أي خبر أو أي شيء لازم يستقي من مصدر موثوق. الشيوخ على الله يحفظهم ولات الأمر يركضون ليل بنهار لإظهار ورقي شعبنا ودولتنا ووصول الفرد الإماراتي إلى أعلى المناصب وأعلى الرتب يشار له بالبنان. وصل جوازنا جواز دولة الإمارات إلى المرحلة الرابعة اللي هو رقم 4 عالميا. هذه نعمة يبالها حمد وشكر ما يبهين، يا عقب ركضة ودبجة صبح ومساء من ولاة الأمر على الله يحفظهم ويطول بعمارهم. ما يا عبث، ما يا حظك يا نصيب، ما يا على اللاتري، يا عقب تعب. أخير البلدان بعدهم تصنيفهم رقم 100، أخير البلدان قارات بلدان مستوي والله خارجينها من أمياس سنين، حاليا ترتيبهم رقم 100. نحن نوصل الرابع، هذا شيء خيالي، ما حد كان مجرد تفكير حتى يفكر. زين فالناس شو أزمه الحين اللي من غير يصورون يقولوا والله نحن وصلنا إلى الثاني أو وصلنا إلى الأول. هذا اسمه استهزاء، وهذا اسمه قل عرف، وهذا اسمه شيء غلط. هذا عبارة يسوي المواضيع هذه ويحط عمره يبي ياخذه يعني سبق، أو أنه مرايل هي هذه، هاي ما بمرايل. هذا اللي يصرح عن الموضوع هذا وزارة الخارجية. أنت كجا مرحبا وين ساير تظهر وتحط في حسابك، تحط في حسابك إن نحن طلعنا رقم 1 وطلعنا رقم، ما عليه أتمنى، لكن لا تظهر تصريحات قبل القنوات الرئيسية اللي في البلاد المصرح لها بالإعلان. أنت تتجدمها، أنت من تكون؟ أنت من تكون؟ منو درابك؟ شو أنت؟ شو وضعك؟ على ما قالوا هالأول، وش أنت يا بعوضة؟ وش أنت يا بعوضة؟ منو درابك؟ منو حسبك؟ منو دراب تصريحك؟ غير أنت حين يالس أنك أنت تستهزي في الوادم اللي يتعبون صبح ومساء، ركضتم ماراثونية لأجل يوصلوننا نحن ستيب باي ستيب، درجة بدرجة، السلم يرضي يطلعون أبو من تحت لين فوق، باب من فوق لين تحت، هبلا رمسة لسان هي الحين أنت بطريقك هاي كأنك جالس تخرب. فرجاء كل الرجاء من السلطات العليا توقف لهم بالمرصاد، هاي اللي يظهرون الرمسة العوية والرمسة الفارطة والكلام القاصر، تظهر توقف لهم بالمرصاد يضربونهم بالرطب واليابس لين يتغني ظهورهم. أكبر غلط، غلط وأكبر غلط ومنقود وعيب، عيب. أنا في قمة السعادة دخلت على موقع باسبورت اندكس والقى جواز الإمارات في الأرقام الأولى رقم 4 في الخمس الأوائل، يعني تفوق على جواز استراليا. استراليا قارة، قارة، نحن يا بطماني فريج من فرجانها، جوازنا تفوق على قارة، شو نبقى أكثر عن شي؟ باجي على جوازنا 3 دول بنوصل بوي رقم 1 في الجواز العالمي، رقم 1 في الجواز بيازم رقمنا رقم 1، باجي بس 3 مراحل، 3 بلدان بنتخطاهن إن شاء الله. من نتعداهن هالثلاث المراحل بنوصل بوي مرحلة يكون جوازنا نحن
ويا الجواز السنغافوري والألماني. بنات الحين المرحلة الأولى الجواز رقم واحد الجواز سنغافوري والألماني. عقب يقولون أبوي سنغافوري والألماني والإماراتي. لا 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 بعد لا بيقولون الإماراتي والألماني والسنغافوري. أول بعد بيعدون الإماراتي وكلهم هاي في نفس المستوى الثلاثة السنغافوري والألماني والإماراتي. نعمة يبال الحمد الشكر. فبرجاء كل الرجاء لا حد يخرب خلوا هاي شو هاي طبخة طبخة يبالها أبوي سكار ويبالها تسكير يمر فوقها وتحتها ما بهوي هوي. هذا أبوي ناس سلطات عليا الله يحفظه الشيخ عبد الله بن زايد يمتبجله ويبارك فيه على هالمجهود هالمجهود الماراثوني اللي يستوي من طرف الشيخ. يعني جزاه الله عنا وعن كل إماراتي كل خير. مساكم الله بالخير والنور والسرور. نحن قلنا من أمس شيء عندنا موضوع اجتماعي أنا أفضل نخوض فيه من البارحية غير ما هو حالي. واليوم قلت إن شاء الله في ردتي من كلبة إن شاء الله أني ببتدي أسولف وياكم عن الموضوع. الموضوع يخص حشمة المرأة ولبسها نوعه طريقة تفصيله مديله شو يكون وشو كان من الأساس. فالغالب من العوائل العربية والخليجية والشرق الأوسطية زيهم الزي اللي يلبسنا الحرمات كل زي يا نقاب أو لبس حشيم أو لبس مقيد بالزي الإسلامي لأن بلد إسلامي والحشمة والدين والدين اولا الدين ثانيا الحشمه والتربيه اللي نشأن عليها بنياتنا وهاليتنا كل هذا ديزاين واحد نوع واحد موديل واحد اللي هو الحشم. يعتبر الحشمه الكل في الكل في زي السيده الخليجيه كانها من مشرق الارض ولا من مغربها المهم من دول مجلس التعاون الخليج الدول المسلمه لازم الزي الاسلامي. فمن شكل وهيئة لبس سيدة خليجية بالأحرى أو سيدات بلاد الشام أو الأردن أو البلدان الإسلامية يقال عنهم من النوع المحافظ اللي حافظوا على سلكهم على سترهم وعلى الحشمة وعلى اللبس وتقيدوا بالشريعة الإسلامية وتقيدوا بالقانون يعني اللي هو ماشي العرب عليه والناس المسلمين. فمثلا حاليا نحن نقدر نقسم نساء الخليج او نحن خلينا نتكلم نساء دولة الامارات نقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول كان وما زال محافظ على الالتزام والتمسك بالعادات والتقاليد والزي التقليدي القديم. هذا قسم وايد كبير. والقسم الثاني استوت منه شوية تنازلات من جدة الالتحاق والمواكبة التطور والانجرار وراء الموضة وراء التقدم وراء التطور لكن عبارة أنه يارى الموضة أو تنازل عن قسم بسيط من الالتزام. تم منه القسم الثالث. القسم الثالث هذا يعتبر القسم الضئيل جدا والشاذ جدا والمنحرف نوعا ما لكنه يعتبر شاذ. الانحراف معناته ما اقصد شيء غلط. الانحراف معناه انه خد سلك مب مخلط لا على يدود ولا على خباله ولا بني عمه ولا جمال. فالرد الله يحفظكم للقسم الأول اللي هو القسم منهن اللي متمسك بالعادات والتقاليد الأولية
اللي قابض سلك هل الدار الأولي. في منهم كبار في السن وفي صغار وفي بنات حتى على 17 و16 لكن ماشيات على سلك هاليتن على رسلهن الأولي على دستور يدودهم. فالصروال مبادلة الكندورة العربية الشيلة العباة رقم كبير من هنا يتبرقع علينا اليوم البنيات يلبسن فنوف ويلبسن الكلوش ويلبسن نص كلوش يلبس الكنادير المكسي هذا كله موجود هذا موجود لليوم لين بكرة وصري ويلات الامهات بادلة وشي صروال يسمونه صروال شلش وكنيديرات العربيات ام جيب على يمب يسمونه جيب على يمب هذا لين اليوم يستعمل لين اليوم لين بكرة شي من الكنادير كناديرهن يسمونه جيب بويمب وشي لا جيب بوسط وشي كان وما زال لين اليوم من الحريم الكبار ثوب النوم عبارة عن شو عندهن ثوب الأبيض العادي الأبيض العادي الملائكي اللي شرات السفرة هذه ثوب الأبيض هذا وقت النوم ثوب النوم ما بقميص نوم لا ثوب نوم يسمونه مثل ثوب الميزع ثوب الميزع ولا بباط ولا بالخدمة التلي ولا بالفصوص ولا هذا كله موجود لكن كل نوع منهن الارتداء شيء وقت معين شيء ثوب الدواري شيء ثوب وذيل وشيء من الثياب اي عليه شيء نوع من الاخوار وشيء لا يسمون اخوار مركب مركب تجلع الحرمة من ثوب الى اخر على حسب رغبته يتركب يسمون ثوب بخدمة مركبة يسمونهن ثياب وترتيبة ثوب وترتيبة هذا ترتيب ثياب من الهند ما تخدم عندنا في الدولة ثياب من الهند من استوت الدنيا الجناس والخلق أو على قولة هالكويت وهالسعودية الخام المتعارف عليه واللي كانا وما زالا الفئة الأولى اللي الحين نتكلم عنها بعدنا ما سك للفئة الثانية ولا الثالثة نتكلم عن الفئة المحافظة اللي عندنا الفئة المحافظة كان وما زال لبسن هو الأولي نوعية القماش لين اليوم ولين بكرة يلبسن بقفص وبقليم وطيرة ودمعة فريد والساري ودحة الماية وبودقة وايد أجناس كان وما زال موجود في السوق لو ما عليه طلب وما عليه استعمال ما بتلقطونه فيه اليد تسير وتي وينشرى وينباع في سوق الجملة وسوق المفرد عند التجار موجود في أبوظبي ودبي والشارجة ومقيوين وعيمان ورأس الخيمة وكثير من بلاد المسلمين معناته أن في فئة كبيرة اللي هي السواد الأعظم السواد الأعظم هو المتمسك بالعادات والتقاليد والحريم الكبار شيلهن شيل الندوة أو الوسمة البنات شيلهن ساري والشيل يسمونها شيل النقدة وشيل بوكلفس وشيل بوداق وشيل بودقة شيء أمور الأول وهذا كله موجود في السوق بعد موجود ما زال وكان وما زال إلى اليوم يستعمل عند منو عند العوائل المحافظة ما علي سامحوني ترى اليوم نرمس عن شيء وايد ضروري هو مسمياته وايد ضروري اني انا ارمس بها واللي بيشوف انه ما بيعزل له المسميات واني يعني هاي اشياء نسائية بحت برايي خطف لان هذه اشياء ضروري ان الكل يعرفها شيء جيل ما يعرف البنيات ما يعرف ان الشيء هذا شيء مثلا عندك شيء من السراويل سراويل مخورة وشيء سراويل يسمونه سراويل بوتلي وشيء لا سراويل بوبادلة يسمونهن بوادل الجمع والبوادل العربية تكون هدوبهن من فضة ما من هدوب فضيات لا هدوبهن من فضة بالوزن ينباعن والهدوب اللي يركبن على الفضة لونين أحمر وأسود
ما يخالطهن أي لون آخر، شيء من نوع البوادل، شيء بادلة يسمونها العبدولية. البادلة العبدولية تتكون من ثلاث ألوان، الألوان أبيض وأحمر وأسود، والخوص ترى فضي. هاي يسمونها البادلة العبدولية. الأولية يسمونها العربية اللي هي من لونين. هذا يكون ملبوس البنات، أو بنات من سن البلوغ إلى سن العرس، يعني البنت الميوز اللي توها معرسة مكملة كم من سن حالة بالسن. حريم كبار السن عليهم شوية خوار سراويلهن، أو شوي تكون البادلة صغيرونة يسمونها بادلة مقيطان. فهذا لبس منو الناس المحافظين اللي لين اليوم لين بكرة موجود هذا، متمسكين في هاللبس حتى في بيوتهم، حتى في البيوت. يعني مش يعني هاللبس يلبس وقت الظهر من البيت، لا، حتى في البيت، في زياراتهم بعضهم مع بعض، في المناسبات، في الاحتفالات، في الزي الرسمي الوطني، هذا لبسهم لين تقوم ناقة صالح. موجودين آلاف مؤلفة من الأسر هذا هندامهم لين اليوم ولين بكرة. هذا عن منو كنا نتكلم؟ عن العوائل المحافظة. الوقت اللي بتظهر لبنية لبست أبوي كندورته وشيلته والعباء والصروال وظهرت بكامل حجمته، ومشي الحرة وما عليك مضرة. والعباء أما تكون على الرأس أو على الكتف، تكون فضفاضة ما بمرصصة، تمشي وتتفرفر، لا، لازم فضفاضة. أي شيء مش فضفاض هذه تروح إلى قائمة النوع الثالث اللي قلنا الشاذ، اللي انصلخ من عاداتنا وتقاليدنا ولصق في التطور والتمدن اللي ما بلنا عمره. على فكرة التطور والتمدن ما كان بالعري، التطور والتمدن بالمخ، التطور والتمدن بالأدب، بالأخلاق، بالحشمة، بالدراسة. ناهيك عن البنات أو الحريم المتنقبات الملتزمات. هذا كل اللي قلت لكم إياه، هذا نوعية ما بلا عندنا في مجلس التعاون. مجلس التعاون يعني نسبة السواد الأعظم، أنا أسميه السواد الأعظم، نسبة الحشمة والوقار والأخلاق والرقي، هذا كله يسموه في منظوري أنا مسمينه السواد الأعظم، يعني الأغلبية، الأكثر الناس، أكثر العوائل هي العوائل المحافظة. الرد الحين للقسم الثاني، اتفقنا ثلاث أقسام، قسم الأول خلصنا منه المحافظ، الحين القسم الثاني. القسم الثاني يعتبر محافظ، القسم الثاني يعتبر محافظ، حتى ظهري يعورني. القسم الثاني يعتبر محافظ، حتى الخبير يا ابو كرقد من كثر ما انا ارمس خبير بسأل يقول شو عم بتقول انت زين. القسم الثاني يعتبر محافظ، انجروا او انجرفوا طرف التمدن والتحضر، شيء بسيط يعني، لكن عباره ساروا تبعوا او واكبوا التمدن لكن شيء بسيط، ما اخذوا كله، خذوا شيء بسيط منه، لكن يعتبرون محافظين. تاثرا لكن تاثرهم في نطاق ضيق، مثلا المحافظات هاي كانوا وما زالن بشيلهن بناتهم حتى على شباريهن بشيلهن. النوع الثاني اللي قلت لكم واكب التطور، يلبسن جينز في حجرهن، في الحوي، في اللياوين، جينز، تنورة، بلوزة، يظهرن بلي شيء لساعات، يعني خف التمسك عن العادات والتقاليد القديمة، شيء بسيط. الفئة هذه من البنات يلبسن تيشيرتات، يلبسن هالمزلط، لكن بعضهم ما بعض في بيوتن ما حد يتكشف عليهن لا من بشاكيرهن
ولا من شياته. في بيوت بعضهم مع بعض يلبس الاسترتش يلبس المرتش يلبس الزرتش يلبس الدابعة كل يلبسنا والهلهوب وما هلا كل يلبسنا لغير في نطاق ضيق بعضهم مع بعض. المحافظات هذا قص خشوم عندها منقود موجود فئة المنقود فئة العيب فئة اللي تروعا هذا موجود 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 في قلت لكم السواد الأعظم يوم تبقى تظهر مشت أبوي ودرت الجينز ودرت الهلهوب ودرت الاسترتش هذا اللي قلت لكم عنه ولبست أبوي كندورة العربي ولبست الشيلة على راسه وحطت شيلته على راسه ولفت راسه وما شيء شعر ظاهر ولا شيء قذيله تالي وكندورة طويلة ضافي لين جدمها ويعني ظهرت بسترها والعباه الفضفاضة الوسيعة هاي مش اللي حين نتكلم عن المحافظات وايد لا عن اللي أخف اللي هن قبضا التطور الحين الله يحفظكم نسير لبيت القصيد مربط الفرس على قولة هالكويت القمندة القمندة اللي هو كثير من السواح كثير من دول مجلس التعاون هي دولة الإمارات أنا أتكلم عن الإمارات ما يخصني بلاد زيد وعبيد إحنا نتكلم عن الإمارات يقولون نحن ني الإمارات ما نشوف مواطني المولات مكتظة في العالم خلق الله ما خلق وين المواطنين نحن ما نشوف حد من المواطنين نشوف كله في المولات كلها أجانب وين هالدار المواطن يوم يدخل المول يحس عمر كأنه غريب بين هالعالم يحس نفسه تايه في نص هال أكثر من 200 جنسية أكثر من عشرات الآلاف من البشر في آن واحد من كل لون من كل جنسية من كل ديانة من كل مذهب يمشون في مكان واحد من ذكر وأنثى قليل أنك تشوف بن عمك ولا صاحب ولا صديق تعرفه في هذاك المول من ضخامة المولات من كثافة السكانية والبشر الموجودين الأعراق والأديان ومن كل حدب وصوب أظني حدب وصوب صح صح حدب وصوب عليك شو كل حد وصوب ترى من كل حد وصوب لا هو صحح لي ما يلا لا يلا نعم يسيرون المواطنين والمواطنات يسيرون المول يسيرون الأسواق يسيرون الحاجة يسيرون لغرض يسيرون لازم يسيرون الشغل حد بيعرس عندهم بياخذون شيء بيشترون شيء لهم لازم سارم كامل حشمتهم كامل حشمتهم تسير لمواطنة تتنقل الوقت اللي ما شيء زحمة تتنقل الوقت اللي ما فيه ضويل تتنقل الوقت اللي ما فيه عالم عباس على دباس والمدافر بالجتوف ها هذا وقت سيرة راعية الدار هذا وقت سيرة الحشيم سيرة الحشيم هذا وقت سيرته وقت اللي ما فيه ازدحام ولا فيه كبة أوادم عكس الحريم اللي من غير الحريم اللي من غير البلدان الثانية الهن حاية ولا ما لهن حاية الهن لازم ولا ما لهن لازم في المول هذه مثل العادة عندهم مثل العادة مثل شرب الماء 24 ساعة يعرعرن في المولات 24 ساعة من دكان لين دكان من مول لين مول ما شيء لا شغل ولا ضمنه ما أخذينها مثل المهرة تلقطهن مبرزات تحرهن عندهن بياع يبيعنها إلا من كوفي لين قهوة لين مطعم هالبلدان اللي مغير لكن في الإمارات في الإمارات من النوادر تلقط حد يسير المول وييلس بصفة يومية وأسبوعية من النوادر من النوادر حريمنا ما يصيرن مولات ما يصيرن شرق وغد حريمنا بيتوتيات طبيعة
سيدة السيدة الإماراتية بيتوتية، بيتوتية أو في عملها نطاق العمل، نطاق العمل تكون موجودة فيه، لكن مش رغيد. الإماراتية حشمتها كرامتها في بيتها، عندها لها زيارات عائلية في بيوت تنيالسات، ما يعرعرن. اللي عرعرن هايل مش إماراتي، مش إماراتيات، ترى مش كل وحدة لابسة عباه ومفرعة تنقز على كراع يا غير غراب، هاي مش كلهن إماراتيات. ما أقول إن ما شيء، شيء لو خليت خربت، ترى شيء جنة شيء نار رب العالمين، لو الحريم والعالم هكذا بتغدي غدون زينين، ما سوى نار عيال، كان سوى بس جنة، مسوين جنة، الجنة تبع والنار تبع، كل شيء كل حد ولجسمه. وهاي الأمهات الزنبيعة النار ترى تبع، مبشركن النار تبع تحرن. اللي تشوفونهم مازرات ابويه المولات اللي تمشي تتحيس، واللي تمشي والبانتة، اللي تمشي وتر على يمب، واللي تمشي تحرها حمارة تسطوط خرخش وخرخش من الخلاخيل، أبوي ترى محرب من هالدار، مستحيل مستحيل تلقطها راعية الدار هالنمونة، مستحيل. مهما يكون، لو تكون بيعارية، لو تكون مسودة عين، لو تكون اللي تكون، مستحيل مستحيل. من ما تشفنا لا في السنين الأولية ولا التالية، الإماراتية ما تلقطها، مستحيل. من سابع المستحيلات انك تلقط راعية الدار بالوصف المزري هذا. راعية الدار ستير في بيته عند ويا خواته ويا بنات عمها ويا رحمها ويا أهلها، يجلسون يتجمعون، كان علم ولا خبر، في بيوت بيتوتي. أني الحين للقسم الثالث اللي هو قسم اللي قلت لكم عنه، عبارة أنا أسميه زكاة الطائفة. زكاة الطائفة هذا خلاص، لا هو إن كان ذكر أو أنثى، هاي يسمونه زكاة طائفة. الإنسان اللي شد عن القاعدة هاي يسمونه الأوليين زكاة الطائفة خلاص، اللي هو انجرف جد العولمة وجد التمدن أو الفسوق اللي منهن مسويات هذا في خشومهن، شرات الحيل اللي ثاقبات براطمهن، اللي مسويات هني بعد هذا ما ادري. هبل خلي زميم، لزميم يحي يوم اللي المول على على زميم، هذا يا ابوك ونعومك ما شيء مشكله شيء، لا شيء يا ابوك يحطن شرات العقمه جد عيون هنهنيها، وشيء في حيات شرات شباصات، وين يهون عليك، يهون عليك وجهك، تراكبين في جميع الدقام والفصوص والحيس والحياس ونيوم. شو هذا؟ شو اللي كان فنك ولجل الشو والشو وازنك بطنها ظاهر سرها مرتبه يا ابوك. شفتوها اللي يلبسنا يسمونها الاوليين بلاغه، هاي البلاغه هني حطتنا ثاقبه سرها، وين نحن يا ابوك؟ لو تمط شعره من عدال بطنك بقمت تثقبين بطنك، ان شاء الله عنبوك ميته، وين جيت انت ناعمه ومرهفه الاحساس، انت تخبقين بطنك، قرب الله تشغرب الله تاج الانوثه، منو يهون عليه يثقب بطنه؟ وين السر؟ لا يلبس اللوست، البطن ظاهر والسر ظاهر. شو بقولكم؟ والله العظيم امور هذا النوع موجود، ما ننكره ابدا، خيبه موجود موجود موجود، واللي يقول ما موجود كذا من حبل مشى، لكن نسبة بسيطة بسيطة. لكن خشمك يوم بيخيس ما تروم تقصه، حد يقص خشمه؟ لو خايس لو دود ينغش فيه ما تروم تقصه، ترى خشمك وين بيهون عليك؟ لو كل عاقور ثلاث رايبات ما بتروم تقصه، ترى خشمك ما حد يتبرى من الليلة، ترى بناتنا إلنا علينا وستر ستر وغطاء نحن لهن، وهن كذلك ما نلقط الدور، لكن نطلب من الله سبحانه وتعالى أني يضربهن بعصات لهدى، وأني يهديهن عن الدرب الضال هذا.
وإن الله إن شاء الله قادر إنه يسمع دعواتنا، سواء عدنا في الإمارات ولا باقي دول مجلس التعاون أو البلدان العربية. موجود موجود وتشوفها شوف العين ملموس وموجود مكود، لكن نسبة بسيطة لا تذكر، لكن قميضة قميضة إنها النهاية بيتقمحن. وهذا ومن سلخات وتابعات أمور إبليس ومبادرات السلك والمذهب والمعنى وتخاريف يدانه، وتلقطون هاليتم أخير موطة جدمح على الأرض، هاليتم من أحسن الناس وأشرفها وأخيرها وآصلها وعلم وخبر، وهاليتم أبهاتهم يصدرون ويوردون وهالميالس وهالعلم وخبر، لكن البنات أنهم شو بيسوون؟ ما بيديهم حيلة، هذه خلية والثاني ما فيها شيء، ما يرومهن حيلة. قويات قو العفاريت، قو عفاريت سليمان بن داود فيهن هالحينة، قو عفاريت سليمان بن داود فيهن. يا سعيني منك تحرى يا سلام. هي نعم لقايات وبيعاريات، لا خيال ولا مستحى ولا منتخى من الله سبحانه وتعالى. نطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله يهديهم. البنيات الفئه هم البنات اثرا ما بعد بس الا في اللبس، يظهرن مرصصات ومحيسات وطبجه شيء وطبجه ما شيء وما ادري شو. هبل هذا يا ابوكم زادت على الموضوع، زاد على الموضوع هذا التنفيخ التنفيخ التنفيخ، ما تعرف أنا قبلت ولا دبرت ولا تبسطارها ولا هذا علباها، ما تعرف شيء منهن مركرات بعمارهن. يا ليت تنسارن بعد عند كاتري تشاهدون هالعرف وهال يصيرون ابوي عندكم كشره، واللي بيصير ابوي عندكم كشره بيحصل الخدمه الكشره. والله يا شيء منهن، شيء منهن براطمهن هنيها، شيء براطمهن ساكات تحت، شفتوا الدقماي هني البرطم غادي، شفتوها اللي يظهر الأول كنت كنتي هنمون. والله شيء منهم هاي عرضن الفتش، غادي الفتش تحرى الله بالمحرى، حاطة مفتش طابوقة ها باسكو، والله العظيم تحرى الوحدة حنتشة باسكو. شو هذا أو أنا التحديد هذا ما يسمونه له اسم، والله يبني يغير في خلقة الله انهني غدا غاوية أبوي اللي ما الله يخلج زين خلاص ما شو بيعدل، ما ينفع الدواء بسمونه يوم يدخل فيه الهواء، سمونه دخل فيه الهواء ينفع فيه الدواء، هاي الساعة ما ينفع فيه الدواء. رب العالمين ما بطالب لك الجمال، وين بتيبينه الزين؟ وين بتيبينه الزين؟ يوم ابوك عبره وامك عبره وين بتيبينه الزين؟ ان طلعتي فنانة عينتي مسروقة هبنتم، وليه ما شابه له مسروق شافوا امك هنمونه ابوك هنمونه الزين، ها انت وين جايبتنه؟ وين بتيبينا مسروقة؟ فالحين طالت عماركم، أنا وصلت مدينة محمد بن زايد، رمست وياكم من اشتليت من كلبة لين وصلت أبوظبي 3 ساعات، الله أعلم عاد الستوري ما اليوم كم بيكون طوله كم عرضه. أنا أبو ما شاء الله علي اليوم عاد حتى نسيت حتى أشرب ماء.